إحنا بنعتز بنفسنا بل بالعكس إحنا بيبقى عندنا غيرة كبيرة جدا 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 وخصوصا على الحتة الإفريقية أو لما بنكون في الحتة الإفريقية لما تتغلب تلاتة تعالى لنا وإحنا نكسب لك اللي غلبك اللي غلبك تلاتة لما تتغلب خمسة تعالى لنا وإحنا نكسب لك اللي غلبك ستة ما تقلقش من ده كلنا إيد واحدة كلنا مصريين بنزعل لو حصل حاجة حتى لو كان الفريق ده بيني وبينه يعني حاجات مناوشات ومنافسات ولا حاجة لكن في الأخر إحنا واحد لما هنخش على الإطار المصري الاطار المنافسه المصريه اعمل اللي انت عايزه وخد تجاربك واعمل وهات لعيبه وهات كل حاجه ده حقك احنا كمان لازم نشتغل على نفسنا احنا كمان لازم نقفل على نفسنا اختيارنا يكون مظبوط وتقييمنا يكون مظبوط ونبص لقدام ما نبصش اللي على اللي حوالينا نبص في نفسنا انا بقول كل ده عشان الثقه اللي عند الجماهير تبقى موجوده وهتفضل موجوده الثقه دي انت جايبها من التاريخ الثقه دي انت جايبها من البطولات الثقه دي انت جايبها من المواقف الثقه دي انت جايبها من الانجازات الثقه دي انت جايبها من عزتك وكرامتك مع نفسك انت جايب كل الثقه دي ما تفكرش كتير ومحدش يقولني حاجه زي ما قلت بعد اذنكم لو سمحتوا على اليوتيوب انا بفكر في الاهلي فقط انا بتكلم على الاهلي فقط